بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافي على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة شبورة مائية كثيفة الصبح قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا في حاله من الحالات الاستقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، بدانا نتاثر بيها من منتصف الاسبوع ومكمله معانا اليوم وخلال الايام المقبله ان شاء الله. ارتفاعات طفيفه وفي درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، تعتبر درجات الحراره خلال فتره النهار اعلى من المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. العظمى على القاهرة الكبرى هتكون اليوم 22 درجة مئوية خلال فترة النهار. بنلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار، وده بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ارتفاعات قيم درجات الحرارة، فبالتالي الطقس في فترة النهار طقس من مائل للدفء الدافي في معظم محافظات الجمهورية، لأن أغلب المحافظات فيها ارتفاعات في قيم درجات الحرارة والأجواء الشتوية المستقرة فترة النهار. لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاضات كبيرة في قيم درجات الحرارة. الانخفاضات دي بتكون ملموسة وملحوظة أكتر في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. تبقى الأجواء فيها أجواء شديدة البرودة في معظم المحافظات، واللي أحيانا بتوصل لحد الصقيع على المزروعات الموجودة في وسط سيناء نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى فترة الليل أقل من 5 درجات. ونأكد كمان إن المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير بتكون قيم درجات حرارتها أقل من المدن الداخلية، بتحس بالبرودة أكتر. كمان طبعا مع الاستقرار في الأحوال الجوية، الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية. يمكن إحنا اليوم شبورة مائية كثيفة قد تصل أحيانا لحد الضباب في بعض الأماكن، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. شبورة مائية كثيفة أو ضباب يعني انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على الطريق. ممكن أحيانا نلاقي رؤية في بعض الأماكن انخفضت لأقل من 1000 متر، أو في بعض الأماكن الأخرى انعدمت الرؤية الأفقية. ومع تكون الشبورة المائية بشكل كثيف بيكون أيضا في ساعات الليل المتأخر يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر تستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس. وأحيانا كمان لو الشبورة المائية كثيفة بتكمل لبعد الساعة 9-10 صباحا، فتدريجيا مع الساعة 8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تتلاشي، ومع يعني ساعة أو 2 الشبورة المائية بتبدأ تختفي تماما، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. يمكن كمان في اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية. اعتدال سرعات الرياح ده بيخلينا نحس أكتر بالاستقرار في الأحوال الجوية، وبيؤدي أيضا لاعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. الأحوال الجوية المستقرة اللي فيها دفء فترة النهار والشبورة المائية طبعا الكثيفة ده مكمل معانا كمان يمكن لحد يوم الاثنين اللي جاي، استمرار قيم درجات الحرارة اللي تتجاوز ال 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وطبعا الشبورة المائية الكثيفة لسه مكملة معانا بكرة كمان. فمهم جدا ناخد بالنا، وبننصح كل قائدي مركبات مسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر لازم تكون القيادة بهدوء تام، ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، نتبع كافة تعليمات المرور. مهم كمان لازم ناخد بالنا من نوعية الملابس، خاصة لو احنا خارجين فترة الصباح الباكر لازم تكون ملابس شتوية ثقيلة، بلاش ننخدع بأشعة الشمس والدفء ونخفف الملابس. وطبعا لازم نكون في متابعة مستمرة للنشرات الجوية، لأن احنا ما زلنا في فصل الشتاء ووارد جدا يحصل بعض التقلبات الجوية. خليني أسألك، يعني احنا في أمشير بيبقى يعني أهم ظاهرة جوية هي نشاط الرياح والمحملة بالأتربة وبالرمال، احنا ممكن نتعرض لده امتى خلال الفترة دي؟
هو طبعا احنا بدأنا بالفعل شهر أمشير، واللي دايما معروف في الطراز قديما ان هو بيتقسم ل 10 ايام 10 ايام 10 ايام. يمكن احنا خلال هذه الايام الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير، بالفعل هو مشهور بالزعابيب او الاتربه والرمال المثارة. يمكن احنا متوقع مع يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، يعني الاثنين والثلاث، هيكون عندنا كتل هوائيه صحراويه فيها سرعات رياح بتتجاوز ال 40 كيلو متر على الساعه، فان شاء الله متوقع يكون في بعض الاتربه والرمال المثارة في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه يوم الاثنين والثلاث الجايين ان شاء الله. توصياتك بقى للناس اللي هم مرضى الحساسيه والجيوب الانفيه يعملوا ايه في الظروف اللي زي دي؟ طبعا مهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه، لان دايما بيبقى فيه ممكن تغيير في التحديثات، دايما بنحدث النشرات، فلازم نتابع النشره الجويه قبل ما نخرج من البيت. وطبعا لو عرفنا ان في اتربه ورمال مثارة في اي يوم، مهم جدا قبل الخروج لازم الكمامات طبعا، لان دايما الاتربه ورمال مثارة بتسبب مشاكل لمرضى الحساسيه الصدريه او الجيوب الانفيه. ايضا الاتربه والرمال المثارة بتؤدي لانخفاض رؤيه افقيه على الطريق، فمهم كمان تكون القياده بهدوء تام، وخاصه على الطرق الصحراويه او الاماكن المفتوحه بشكل كبير مع الاتربه والرمال المثارة لازم تكون القياده بهدوء تام. واحنا طبعا بننوه ان هو هيكون معانا يوم الاثنين والثلاثة اللي جايين، ونتابع لو في اي تحديثات في النشرات الجويه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 22 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 22-11، اسكندرية 20-10، والعلمين جديدة 20-11، مطروح 21-10، ودمياط 20-13، وبورسعيد 20-13، والإسماعيلية 23-9، والسويس 22-10، العريش 21-9، كاترين 15-1، وطابة 21-12، حلايب 25-17، وشلاتين 26-16، شرم الشيخ 26-14، والغردقة 26-14. الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 10، بني سويف 23-9، والوادي الجديد 26-7، أسيوط 23-7، سوهاج 24-7، وقنا 27-9، الأقصر 27-9، وأخيرا أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 11. مشاهدينا، دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لبسانت وشازلي نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمى.